فمن طريقة بعض المشايخ حصر مسائل الطلاق مثلا في بعض المشايخ، فمن طريقة بعض المشايخ حصر مسائل الطلاق مثلا في بعض المشايخ وبعض القضاة لأهميتها ووقوع الاشتباه فيها، فمثلا كان في فترة سابقة لا يفتي في قضايا الطلاق إلا عدد محصور من العلماء في أرض نجد والحرمين، وفي بعض المدن ربما يكلف واحد فقط فيفتي في المدينة الفلانية فلان لا يتعدى، وفي المدينة الفلانية فلان لا يتعدى. وأذكر أنه كان في مدينة عنيزة ترجع فتاوى الطلاق وقضاياها إلى شيخنا محمد بن صالح عثيمين رحمه الله. وهكذا ينبغي أن يعتنى بهذا الباب بحسب الأصلح وما يكون فيه حفظ دين الناس ومصالحهم. فإذا كان كذلك فما بالكم بمن يخوض في هذا الباب بغير علم، فإنه توسع بعض الناس في هذا الباب توسعا عظيما. فبعض إخواننا في الغرب ربما ما طلب العلم الشرعي أبدا، ما عرف العلم الشرعي على المشايخ. بعضهم ربما درس في مصر اللغة العربية سنة أو سنتين ورجع فإذا هو شيخ الإسلام، وقضايا الطلاق والخلع وغير ذلك يحصل فيها غرائب وعجائب، ويكثر هذا والابتلاء به. والواجب في مثل هذا المقام إرجاع هذا إلى أهل العلم حتى ولو بعد أهل العلم. كون المسألة تعلق أيام، واليوم عندنا وسائل الاتصال بأهل العلم كثيرة، لكن تحل القضية على الوجه الشرعي الذي يحبه الله لا على تعالم من لا علم عنده، وتكون بذلك الفتن وربما كذلك ما هو أعظم من حصول اختلاط الأنساب والتلاعب بالأعراض والأبضاع وغير ذلك من المفاسد الكثيرة العظيمة.